بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، السؤال الأول: عمل يوزده 50 كارلا satılan ve etiket fiyatı 120 TL olan bir malın. إذن عم بيقول لي عندي بضاعة، مال أو بضاعة، سعر المبيع له اتيكيت فياته 120 ليرة، تمام؟ عم بيقول لي هو عم ينباع بربح مقداره 50%. مالية كاتش تيليدر، بده رأس ماله قديش؟ شباب، نحن سعر المبيع هو قلنا بنجيب رأس المال، هذا خليني أقول رأس المال هو ضرب. هلا شباب، الربح أنا كيف بحسب الربح؟ بضرب ب50 على 100، هذا بيعطيني الربح، لكن أنا بدي أضيف له رأس المال، رأس مالي هو 100%، معناتها أنا فوق ال 100% لازم أضيف 50، معناتها لازم أضرب ب150 على 100، يعني ضرب 150 على 100 يساوي، عم بيقول لي طلع عندي 120 سعر المبيع. طيب شباب، بإمكاني أنا هون آخذ ال 150 بتقبل قسمة على 25 بتعطيني 6، هون بتقبل قسمة على 25 بتعطيني، والله لو كنت مقسم على 50 كان أفضل، يلا ما انتبهنا شباب. طيب هون بتعطيني 4، طيب الستة مع الأربعة تعطيني 3 على 2، الثلاثة مع 120 تعطيني 40، 40 باتنين فصفي عندي A بيساوي 80 تالي، جواب A. السؤال الثاني عم بيقول لي 80 تالي alınıp 100 تالي satılan bir maldan elde edilen kar yüzde kaçtır? عم بيقول لي عندي بضاعة عم بياخدها، مال يعني بضاعة، عم بيشتريها ب 80 ليرة بس عم ببيعها ب 100 ليرة، تمام؟ شباب عم يطلب مني إلدي إدلان كار يوزدي كاشتر، بده نسبة الربح اللي عم بيحصل عليها. شباب، نسبة الربح إيش تساوي؟ كمية الربح على رأس المال. طيب أنا عندي قديش عم بيربح بهالعملية؟ من 80 لل 100 قديش ربح؟ يعني ربح 20. من أصل رأس ماله إيش قد؟ رأس ماله 80، إذا 20 على 80. طيب، اثنيناتهم بيقبلوا قسمة على 4، إذا 5 على 20، أنا بدي إياها نسبة مئوية، إذا بدي أضرب بخمسة فصار 25 على 100، يعني بالمية 25، فالجواب جي. السؤال الثالث عم بيقول لي يوزدي 20 كارلا 80 تيلي ساتلان بيرمال، عم بيقول لي عندي بضاعة إذا بدي أربح فيها 20% ببيعها ب 80 ليرة. طيب يوزدي 20 زرار لا كاتش تيلي ساتلرد بكم ليرة بتنباع إذا بدي أخسر فيها 20%؟ طب خلينا أول شيء شباب نحسب رأس المال اللي عندي. رأس المال بدي أعرف له إكس، أنا لما عم بربح فيها 20 ليرة قديش معناتها سعر المبيع؟ بدي أضرب 120 على 100، يعني ضرب 120 على 100 طلعت تساوي 80. طيب شباب، صفر من هون راح مع صفر من هون، ال 12 على 10 2 بيقبلوا قسمة على 2 بيعطيني 6 على 5، معناتها صار إكس يساوي 5 ضرب 80 على 6، تمام؟ طيب ال 80 مع 6 2 بيقبلوا قسمة على 2، إذا صار 5 ب 40 على 3، يعني 200 على 3. طيب إذا طلع معي 200 على 3 شو هو؟ هاد هو رأس المال. هلا شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي أنا بدي أخسر فيها 20%، فهذا ال 200 على 3 بدي أضرب، طب لما بدي أخسر 20% معناتها من ال 100% بدي أكب 20%، إذا بدي أضرب ب 80 على 100 بهذا الشكل بده ينحسب. الصفرين طاروا مع الصفرين، 2 ضرب 80 إذا 160 على 3، الجواب ايه. السؤال الرابع عم بيقول لي اتيكيت فياتي üzerinden %40 indirim yapılarak bir mal %50 karla satılıyor. عم بيقول لي في عندي شخص عم بيبيع عن سعر التسعيره، يعني الاتيكيت التسعيره، اذا ناقص عن التسعيره 40% عم يعمل تخفيض، ومع ذلك هو ربحان 50%. بو مالن اتيكيت فياتي %kaç karla belirlenmiş. إذا معناتها الاتيكيت فيات التسعيرة بدون ما يعمل حسم، قديش بيعطيني نسبة ربح إذا بعت على التسعيرة؟ طيب شباب، هون بدي أعمل، بدي أقول أنا هذا سعر اتيكيت، تمام؟ طيب
الاتيكيت فيات، انا بدي افترض انه الاتيكيت فيات كان 100 اكس، هذا التسعيره. هو قديش عم بيعمل؟ عم بيعمل 40%، تمام؟ يعني سعر المبيع، يعني السطش، السطش عم بيعمل حسم 40%، معناتها مش قد ببيع، ببيع ب 60 اكس. طيب هو ايش قال لي؟ قال لي هاي 60 اكس مع ذلك هو ربحان فيها 50%. طب تعالوا نحسب رأس المال، معناتها هذا هون الماليات، رأس المال. شباب رأس المال انا ما بعرف قديش رأس المال كان، ده هو انا عم بقول ربحان 50%، معناتها بدي اضرب ب 150 على 100، ضربنا ب 150 على 100، فشو طلع؟ طلع السطش الاساسي اللي هو 60 اكس. طيب هون بيقبل قسمة على 50 بيعطيني 3، هون بيقبل على 50 بيعطيني 2. هلأ 3 مع 60 بتعطيني 20، إذا 2 هتم بيقبل قسمة على 3، بقي عندي 2 ب20، إذا 40 إكس، معناتها الآ هو 40 إكس. هلأ هو عم بيقول لي لو أنا عم ببيع على سعر الإتيكيت، يعني بهذا السعر قديش بكون ربحان؟ قديش بكون ربحان من ال 40 اكس لل 60 اكس لل 100 اكس؟ شباب قلنا نسبة الربح كيف بطالعها؟ بطالع هو مقدار الربح، ايش قد من ال 40 لل 100؟ قديش بكون ربح من هون لهون؟ بكون ربح 60 اكس من اصل راس ماله اللي هو ايش قد؟ اللي هو 40 اكس. طيب الاكس طارت مع الاكس، الاثنيناتهم بيقبلوا قسمة على 2، يعني هون بيعطيني 30، هون بيعطيني 20. هلا انا بدي المقام 100، اذا بدي اضرب ب 5، 5 ب 30 150 على 100. معناتها شباب شو بيكون ربحان؟ بيكون ربحان 150%، نسبة ربحه 150%. جواب ب. السؤال الخامس عم بيقول لي دورت بين تيلي ألمان بيرمال، اذا عندي بضاعة اشتراها ب 4000 ليرة. كاتش تيلي ساتلر صار بكم ليرة إذا بعناها؟ ساتش فياتن يوز دي يرمي بشي كدار زرار إدير. تعطيني قديش إذا بعتها بقديش لازم أبيعها لحتى تعطيني خسارة 25%؟ شباب رأس مالي أنا 4000 ليرة، لما بدي أخسر 25% معناتها من 100% بدي أنقص 25، إذا بدي أصفى لي 75، إذا ضرب 75 على 100، هذا بيعطيني سعر المبيع. شباب الصفرين راحوا مع الصفرين، 4 ب 75 300، وبقي عندي صفر اذا 3000، معناتها الجواب هو السؤال السادس عم بيقول لي ماليتي اكس لراولان بيرمال، عندي بضاعه سعرها اكس. يوز دي الي كارلا يي لرياسه اليورسا، عم بيقول لي اذا بعناها بربح 50% سمينا المبيع هو واي. ماليتي يي لرا اولان بيرمال، اذا عندي بضاعة سعرها او رأس مالها هو واي، اذا بعناها ب اكس، اكس لرا يا سطل ضندا يوز دي كاتش زرار ادلر، قديش بنخسر اذا بعناها ب اكس؟ طيب شباب انا هون اول شيء بدي اعمل جدول بهذا الشكل، انه هون ماليات، هون سعر الشراء، وهون عندي السطش المبيع. اول شيء عم بيقول لي سعرها اكس ليره، شاريه باكس ليره، عم ببيعها بربح 150 صارت واي. طيب شباب انا مشان اسهل لي مع النسب المئويه استعمل 100 اكس، بدي اقول انه الماليات تبعيتها هي 100 اكس. عم بيقول لي ربح فيها 50% سماها واي، يعني الواي هي ايش صارت هي؟ بدي اضيف عليها 50%، يعني انا عم ببيعها ب 150 اكس. عم بيقول لي طب هلا عندي، في عندي ماليتي يا لرا اولان بيرمال، عندي بضاعه راس مالها هو واي، لاحظوا هلا صار بضاعه جديده راس مالها يعني الواي هو ايش قد؟ يعني 150 اكس. عم بيقول لي اذا بعناها باكس، يعني الاكس قد عندي اياها 100 ليره، او عفوا 100 اكس، اذا بعناها ب 100 اكس شو عم بيقول لي؟ يوز ذا كاش زرار ادير، قديش بنخسر؟ شباب من هون لهون ايش قد نسبة الخسارة؟ من ال 150 لل 100، إذا الخسارة هي 50 من أصل رأس المال الكلي، رأس المال الكلي الأساسي هو 150. إذا بهذا الشكل بيكون
طيب اثنيناتهم بيقبلوا قسمي على 50، يعني 1/3. 1/3 بدي أحول المقام لنسبة مئوية لرقم 100، تمام؟ معناتها بدي أضرب البسط والمقام، هون بدي أضرب ب100 على 3، وهون بدي أضرب 3 ضرب 100 على 3. الثلاثة طالت مع 3 صفي مقامي 100، فإذا البسط هو 100 على 3، يعني جوابي 100 على 3، الجواب ب. السؤال السابع بيقول لي بير منافضة في عندي بقالية المانلرن يوز يرمي 6 شروك، إذا في عندي 20% من التفاح الموجود بالسوبر ماركت هذا أو بالبقالية، إذا شروك يعني متعفن أو هيك شيء. طيب تشكارسا يعني عم بيقول لي إذا كان إذا طلع هذا التفاح 20% منه خربان. المانلرن ماليتي يوز دي كانش ارتر، قديش بيرتفع رأس ماله، يعني رأس مال هذا التفاح اللي عنده. شباب أنا بدي أفترض إنه الماليات هي عندي سعر التفاح كان 100 إكس، تمام؟ هلا لما خرب 20% منه شو بقي عندي؟ صار المالية الجديدة صار عندي 80 إكس. طيب قديش نسبة الزيادة، يعني زيادة بالسعر، معناتها أنا هاي الـ 80 إكس لحتى يرجع سعرها 100 إكس قديش النسبة اللي تنضرب فيها؟ إذا هيك بدي أفكر إنه هاي الـ 80 إكس البقياني بدي أضربها بنسبة بمعامل تكبير لحتى تطلع 100 إكس، هو نسبة الزيادة. طيب معناتها صار عندي إذا 80 إكس ضرب النسبة ما بعرف قديش هي على 100 تساوي، لازم يطلع عندي يرجع هون عندي الميت إكس. طيب الإكس راحت مع الإكس، الصفر راح مع الصفر، الثمانية مع العشرة اتنينهم بيقبلوا قسمي على 2، يعني صار عندي هون 4 وهون تحت صار على 5. إذا الآ شو بتساوي؟ بتساوي 5%، 500/4، 500/4 يعني 125. شباب نحن بنعرف مثل قبل شوي قلنا لما أنا بدي أربح مثلا 25% شو بقول؟ بضرب ب125 وبقسم على 100، الرقم 125 معناتها أنا فوق ال 100 ضايف 25، معناتها نسبة الزيادة عندي هي 25%، فالجواب ج. السؤال الثامن بيش تاني سنة أضيف فياتا، إذا بالسعر اللي اشترى فيه 5 قطع دورت تاني سنة ساتان بير ساتجنن، إذا عندي بياع يعني بيشتري مثلا خلينا نقول تفاح، بيشتري الخمس تفاحات بمبلغ، بيروح ببيع الأربع تفاحات بهذا المبلغ. طيب ساتجنن كار يوز دي كاشتر، فمعناتها قديش بالمية عم يربح؟ شباب بدي أفترض أنا هون عندي بدي أعمل شيء إنه بدي أقول تاني القطعة وهون الساتش، هو اشترى بالبداية، خلينا نغير اللون، اشترى بالبداية 5 قطع، خليني أقول عم بيبيعهم، أو عفوا مو السطش الماليات يعني السعر، يلا معلش ما في مشكلة ما نغير، فالسعر خلينا نقول اشتراهم بمئة إكس، تمام؟ معناته الواحد تاني القطعة الوحدة هو 100 إكس تقسيم 5، يعني القطعة اشتراها بعشرين إكس، كلفته القطعة الوحدة 20 إكس. طيب شباب شو سوى بعدين؟ راح الأربعة تانية العدد أربعة باعهم بنفس السعر، عم بيقول لي بسعر اللي اشترى فيهم الخمسة، يعني باعهم ب100 إكس، معناتها القطعة الوحدة بقديش باعها ب25 إكس. هلا شباب من هون بحسب نسبة الربح، رأس مال القطعة 20 إكس عم ببيعها ب25 إكس، معناتها نسبة الربح هي 5 من أصل المبلغ الأساسي اللي هو عندي 20. طيب إذا بدي أسويها، إذا نسبة الربح هو كمية الربح، لاحظوا من 25 لل20 يعني 5 إكس على رأس المال الأساسي، السعر الأساسي للقطعة اللي هو 20 إكس، طبعا الإكس بتطير مع الإكس، راح أساوي المقام 100، إذا صار 25/100، معناتها ربحان بالمية 25، فالجواب د. السؤال التاسع عم بيقول لي ياش انجلين كيلوغرام يوز تيلي دان النيور، اذا عندي التين الاخضر السعر الكيلو 100 ليرة، ياش انجير كرو يونجا لما بينشف هذا لما بيبس هذا التين ارلن يوز دي يرمي سنه كايبديور،
إذن بيفقد 20% من وزنه. Buna göre kuru incirin, إذن التين اليابس %20 karla satış fiyatı ne olur? فالتين اليابس إذا أنا بدي أربح فيه 20% قديش مبيع الكيلو قديش لازم يكون عندي؟ شباب أنا أول شيء مسألتي بدي أقول هذا هون عندي ياش إنجير أو التين الأخضر وهون عندي كرو إنجير. طيب خلينا نحكي بالبداية عن الأوزان الوزن وبعدين بنحكي عن السعر. طيب إذا أنا فرضت إنه وزن الكيلو الأخضر ما عندي بدي أسميه 100 إكس، هو قال لي لما بيبس هذا بيفقد 20%، قديش بيصير وزنه؟ بيصير وزنه 80 إكس. طبعا بيقول لي هو سعره هاد سعره 100 ليرة، إذا هذا سعره 100 تيلي. طيب ال 80 اكس هذا هون صار وزن مفقود، ما له وزن كيلو، ال 100 اكس هو وزن الكيلو كان. هلا ال 80 اكس هذا ما بقى كيلو. ايضا سعره هذا هون ال 80 اكس سعره 100 ليره. طيب انا بدي الكيلو الواحد من هذا اليابس، هذا الكيلو، الكيلو نحن قلنا هو 100 اكس. فبنعمل نسبة تناسب، بنقول اذا ال 80 اكس سعره 100 ليره. طيب ال 100 اكس سعره خليني أقول زد، معناته زد شو بيساوي؟ 100 × 80، إذن بيطلع معي 10,000 × 80، يعني صفر راح مع الصفر، 1,000 × 8 يعني 125. إذن شباب معناته طلع الكيلو التين الجاف الواحد كيلو سعره 125 ليرة، هاي 125 تيلة. طب هو عم بيقول لي هذا الكيلو بدي أربح فيه، قديش بده يربح فيه؟ قال بده يربح فيه 20%، تمام؟ إذن فقديش لازم ينباع؟ فهذا سعره 125 ضرب، قلنا فوق المية بدي أحط 20، يعني ضرب 120 × 100 ويساوي المية وخمسة وعشرين تقبل قسمة على 5 بتعطيني 5، المية بتقبل قسمة على 25 بتعطيني 4. هلأ المية وعشرين على 4 بتعطيني 30، 30 بخمسة إذا 150 تيلي، معناتها لازم ينباع 150 ليرة كيلو التين الجاف حتى يعطيني ربح 120. إذا الجواب ب. السؤال العاشر عم بيقول لي بير مناف صونن كيلوغرامن إكي تيليدان ساتلرسا أتوز بيش تيلي زرار. عم بيقول لي في عندي بقالية في عنده بصل، إذا باع الكيلو بليرتين رح يخسر 35 ليرة. اتش تيلي دان ساتلرسا إذا باعه بثلاث ليرات اللي تيلي كار اديور بيعمل ربح 50 ليرة. بناغري مناظ ساتجان سوان كاتش كيلو جرامدر، فكم كيلو جرام هو البصل اللي عنده؟ شباب أنا رح أفترض وزن البصل، الوزن هو رح أفترضه X، تمام؟ طيب خلينا نقول أنا إذا باع هذا الكيلو عم يبيعه بليرتين، فقديش بده يجيب لي غلة مثلا، أو خلينا نقول قديش بده يجيب لي مصاري، فهو ليرتين ضرب X صحيح؟ إذا 2X هذا بيجيب لي المصاري. هذا الـ 2X شو بيساوي؟ عم بيقول لي خسر 35. طب انا فرضا بدي افرض راس مالي كان اذا هذا راس المال، راس المال اذا 2 ضرب اكس هو راح يجي راح يعطيني المصاري اللي راح يجيبها، هذا شو بده يجيب لي عائدات، هي تساوي راس المال بده يخسر من راس ماله 35 ليرة، قال لي بده ينقص من راس ماله من ربحه 35. طيب لو بثلاث ليرات باع الكيلو قديش راح يجيب مصاري؟ راح يجيب 3x، 3 ضرب الوزن 3 ليرات لكل كيلو ضرب وزنه بيجيب لي مصاري. هذا شو بده يعطيني؟ بده يعطيني فوق راس مالي زياده ربح قال لي 50 ليره. طيب انا شو بدي؟ بدي احسب هذا الاكس، خلينا نحسبه. طيب المعادلتين راح اطرح العلويه من السفليه، ف 3x ناقص 2x صفي عندي اكس، A ناقص A راحوا مع بعض، 50 ناقص الناقص 35، يعني صار 50 زائد 35 إذن
85. الإكس مين هو؟ هو الوزن اللي أنا فرضته، فإذا الوزن عندي 85، فالجواب جي. السؤال 11 عم بيقول لي بير كونسرين بلاد فياتında %50 indirim yapıldığında، عم بيقول لي في عندي حفلة كونسر حفلة، سعر البطاقة إذا عمل عليه تخفيض 50% خفض السعر للنص. كونسره جلان دينليجي سايس، فعدد المستمعين أو المشاهدين اللي راح يجوا للحفلة %60 artıyor، بيزداد العدد ب60%. بناء göre، بناء عليه، كونسردن elde edilen gelir، فالعائد اللي راح يجي من هالحفلة %60 değişmiştir، بقديش بالمية بيتغير، يعني عجب بده يزيد ولا بده ينقص ولا كذا، بقديش بالمية. طيب شباب، أنا هون بدي أعمل جدول بسيط، أعمل إنه هون سعر البطاقة، هون المشاهدين، وهون عندي بدي أعمل العائد، قديش بده يجيني مصاري. بدي أفترض إنه سعر البطاقة، بما إنه عم بيقول لي هذا بده يزيد 50 وهذا بده ينقص 60 وكذا، فبدي أتعامل مع المية. سعر البطاقة بدي أفترض إنه هو 100 إكس، عدد المشاهدين هو 100 واي، قديش بيجيني عائد؟ بيجيني هاد ضرب هاد، تمام؟ السعر ضرب العدد بيعطيني العائد، فرح يجيني 10,000 إكس بواي. طب هو عم يقول لي لو خفض سعر البطاقة 50%، يعني قديش صار سعر البطاقة؟ صار 50 إكس. اللي بيزيد عدد المشاهدين بيزيد 60%، فبيصبح عدد المشاهدين 160 واي. قديش بيصير العائد؟ بيصير 5 × 16 = 80، وعندي صفرين، إذن صار 8,000 إكس بواي. طيب بلاحظ شو صار عندي؟ كان العائد 10,000 إكس واي، صار 8,000 إكس واي، إذن نقص العائد، فمعناتها أكيد أظلر أرتار بدي أكبهم، وديش ماز بدي أكبه، إذن يا هاد الجواب. بس نحسب قديش هلأ بقى النسبة، نسبة الانخفاض قديش صارت؟ من 10,000 لل 8,000 انخفض بمقدار 2000، 2000 من أصل العدد الكلي اللي هو 10,000. طيب أنا بدي نسبة مئوية، إذا رح أشيل صفرين من هون مع صفرين من هون، فنسبة الانخفاض هي 20/100، إذا يعني بالمية 20، معناته الجواب D. السؤال 12 عم بيقول لي بير ساتجي مالنن %60 %20 كارلا، في عندي بائع 60% من بضاعته بربح 20% باع، جري كالان والمتبقي ده أيضا %40 ضرر لا ساتيور، إذا عم يبيع القسم المتبقي بخسارة 40%. بو ساتجنن كار ضرر درمو ندر، شو حالة الربح والخسارة لهذا البيع؟ عجب ربحان ولا خسران بالنهاية؟ طيب شباب، بنشوف أول شيء، نفرض إنه البضاعة هي كلياتها، خلينا نقول رأس ماله 100 إكس، هذا رأس المال 100 إكس، تجزأ البضاعة لجزئين، قال لي 60% من بضاعته يعني 60 إكس، شو بقي عندي القسم الثاني؟ القسم الثاني 40 إكس، الجزء الأول من بضاعته باعه بربح 20%، معناته أنا هون بدي أضرب ب120/100، بينما القسم الثاني باعه بخسارة 40%. طب لما بخسر 40% معناته بدي أضرب 60/100. خلينا نشوف شو جاء عائدات من هالمبيع هاد. الصفرين راحوا مع صفرين، 6 × 12 إذن 72 إكس، إذن البيعة الأولى القسم الأول جابت له عائد 72 إكس. القسم الثاني الصفرين راحوا مع الصفرين جابت له 24 إكس. طيب مجموع العائد اللي إجا قديش إجا؟ غلى 96 إكس. لاحظوا رأس ماله كان 100 إكس، إجا 96 إكس، إذن معناته هو خسر. قديش خسر من تحت المية؟ شقال 4 ناس، إذن يوز دي دورت زرار، جواب دي. السؤال 13 عم بيقول لي ماز سنة جلال 10 كيشيدان 2 سنة %20 indirim yapan bir satıcının،
إذا في عندي بياع عم بيعمل حسم لكل من كل 10 أشخاص، 2 من بيناتهم بيعمل له الحسم 20%. بيل ساتا جنن عم بيقول لي هذا البياع، جنلوك جيروسو يوز ذا كاتش أصلر. جيرو هو الصندوق او الغله، يعني عم بيقول لي قديش بالميه شد بينقص من هاي الغله. شباب انا بدي افترض انه هدول العشر زباين كل واحد فيهم فرضا بيشتري كان ب 100 اكس، تمام؟ بيشتري ب 100 اكس، معناتها كان انا عندي 100 اكس بالبدايه، وعندي كان يوميا عم بيجي خلينا نقول 10 اشخاص، يعني عنده غله كان يوميا 1000 اكس. هلا شو ساوى هو؟ شخصين من بين هدول عمل لهم خصم، معناتها بقي عندي 8 اشخاص، يعني 8 هدول كل واحد منهم عم بيجيب 100 اكس، زائد شخصين عمل لهم حسم، قديش حسمهم 20%، معناتها بدل ال 100 اكس بده ياخذ منهم 80 اكس، اذا ضرب 80 اكس. طيب 800 اكس و160 صار 960 اكس، بده نسبة النقصان بالغلة. طيب 960 يعني كان عندي 1000 صار 960، فقديش ناقص؟ ناقص 40 من اصل الغلة الاساسية هي 1000. طيب شلنا صفر مع هون، اذا 4 على 100 يعني بالمية 4، فنقصان الغلة بالمية 4، الجواب ب. السؤال 14 عم بيقول لي بير مال اكس لرايا ساتلرسا، اذا بعناه بمبلغ اكس فيوز ديرمي كار نربح 20%، يي لرايا ساتلرسا اذا بعناه بيي ليرا يوز دي كيرك زرار اديديور، اذا بنخسر فيه 40%. بوناغري يي اكسين يوز دي كاتشدر، بده قديش واي، يعني نسبة الواي على الاكس شقد بالمية، بيشكل الواي شقد بالمية من الاكس. طيب شباب انا عندي هاي البضاعة، عم بيقول لي خليني افترض انه رأس المال يعني الماليات، خليني افترض انه هو 100، ما بقى نحسن نستعمل الاكس لانه عنده اكس واي 100 تمام. طيب عم بيقول لي اذا بعناه بمبلغ اكس بنكون ربحنا 20%، يعني 20% من هذا معناتها اذا شباب الاكس بيساوي 120 عم بيقول لي، واذا خسرنا فيه 40% بيكون عم نبيعه بسعر واي، يعني الواي شو بيساوي؟ خساره 40%، يعني 60 فهو شو بده؟ بده هذا الواي ايش بيشكل من الاكس، نسبه ايش قد، يعني بده هذا الرقم ايش بيشكل من هذا الرقم، يعني 60 على 120 يعني نص كنسبة مئوية، يعني بالمئة 50. اذا فالجواب ب. السؤال 15 عم بيقول لي بير تجار بير مالن يكبلوا اتشنو، يعني تلتين البضاعة اللي عنده يوز ده انت مش كارلا، اذا عم بيبيعها بربح 60%. جيري كالانن دا والمتبقي ايضا يوز ذا اوتوز كارلا ساتيور، اذا عم بيبيعه بربح 30%. بوناغري ساتجنن توم ساتشتان كاتش عفوا كار دورومونو دورومو يوز ذا كاستر، قديش هي حاله الربح من كل البيع؟ شباب انا بدي افترض انه بضاعتي مشان تقبل قسمه على تلتين وتلت نقسمها، اذا بدي اعتبر البضاعه كلها 300 اكس، قسم هذا التاجر لقسمين، القسم الاول هو تلتين 300 ضرب 2 على 3 يعني بيطلع 200 اكس، القسم الثاني الثلث اللي بقي عنده هو 100 اكس. هذا القسم الاول بده يبيعه بربح 60% بالمئة 60، بينما القسم الثاني بده يبيعه بربح 30%. طيب خلينا نشوف شباب قديش رح يجي عائدات من هذا القسم. الميت اكس راح تعطي 160 اكس، معناتها 160 و160 لانه عندي 200، يعني معناتها صار 320 اكس، اذا هون راح ياخذ 320 اكس. هون عندي شباب بده يربح بال130، فاذا صار عنده 130 اكس. طيب بده حاله الربح، شو صار؟ اجى عائد
130 و320 صار عنده 450 اكس. طيب لاحظوا كان رأسماله 300 اكس صار رأسماله 450، معناها شباب هذا شو زاد عنده؟ زاد عنده 150 اكس. اذا 150 اكس من اصل، هذا مقدار الربح، بدي يعمل من اصل رأس المال اللي هو 300. طيب هاد طار مع هاد، اذا هون هاد نص هاد، النص يعني هو بالمية 50، معناها شباب هذا ربحان 50%. جواب جي. سؤال 16، ماليتي A lira ve satış fiyatı B lira olan bir malın. إذن عندي بضاعة بيشتريها بسعر A وبيبيعها بسعر B. طيب عم بيقول لي ماليات إلى ساتش فيات أرسندكي بانت، العلاقة ما بين الشراء والمبيع بالشكل التالي: B إشتر 2A إكسي بنالتيوز تيليدر. إذن العلاقة ما بين البيع والشراء هي بالشكل التالي: B بيساوي 2A ناقص 1600 تيلي. طيب ساتش تاكي، إذن ساتش تاكي كارل، إذن الربح اللي بالبيع يوز يرمي أولدونا غري. عم بيقول لي إذا علمت إنه هالبيعة عطتني ربح 20%، أولدونا غري مالية كاتش تيلدر، فقديش رأس مال هذا البضاعة؟ شباب أنا عندي هون شراء وعندي مبيع، تمام؟ طيب أنا بدي أفترض إنه بضاعتي اشتريتها بمية إكس، هو عم بيقول لي بدي أربح فيها قديش؟ بدي أربح فيها 20%، معناتها قديش تبيع لازم 120 إكس. طب هو عم بيقول لي الشراء A، المبيع B. طيب شباب إذا ما بين البيع والشراء في عندي علاقة، كيف هي العلاقة؟ هو عاطيني إياها هون، فالمبيع البيع اللي هو 120 إكس لازم يساوي 2 ضرب الشراء يلي هو 100 إكس ناقص 1600. طيب إذا معناتها هون صار عندي 200 إكس، لو نقلنا ال 120 بيصفي عندي 80 إكس يساوي 1600. طال الصفر مع الصفر، إذا إكس بيساوي 160 على 8 يعني 20. طب هو شو بده؟ بده الماليات، ماليات يعني بده الـ A، لكن الـ A هو 100 إكس، معناتها أنا هذا الإكس بدي أضربه ب 100، إذا 20 ضرب 100 يعني بيطلع معي 2000 تالي. إذا الجواب A. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهاية هذا الاختبار، بتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا كتير لأصغاركم.